نفسي لنقر. يعطيك نعامة تنقرك. سمعت لك الحكاية كنا فيها. وش هي الحكاية اللي حكيتو فيها؟ تسمع في خوك المضبع ذاك. هذي سر مسكين عليك، ترفع سوس بلاش من عند خوك كادو. ألفيه، ألفيه ما تقعد من هنا، خليني مسلم نوقف ليك. أولادي صلوا على النبي يزوم الله بالذري توا ذا. اسمع نقول لك الفاه، باش يكون في بالك راك غدو باش تقعد وحدك على الجنة وبي باش مسافرين. إن شاء الله ربي يوجهكم خير. لما كنت إن شاء الله يا ربي ثانا تعتقوا من المطار. وليش أخي ما نعتقوش من المطار؟ هازين الكونترا نحنا. يعتبر كونترا والحرسونة ذا. أوه لا 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 ربي باش تخي يكون منك العقل. الفهم أخي يهديك ربي، برا ولدي المرضى متاعك يستنوا فيك برا. هلا وين أختك طفل؟ هاي طلعت الفوق. وين طلع الفوق؟ ما يقبلك أنت حذاء؟ هادي مشات تثبت في حاجة بحذا جماع. وش هي أخي الحاجة؟ الفاهم خويا. وين أخيتي؟ وش؟ طير ولا وش؟ طلع الجرمان خلاص. أخيتي مبروك. يا عايشك الفاهم أخي، إن شاء الله يا ربي العقوبة ليك يا ربي حالني. إن شاء الله. وش يا بنتي؟ خطلعت لقرعة الحج؟ وش تم؟ يودي اسكت خلصت من الحكاية. واش قالوا ليك؟ كانك من خالتي فاطمة قالت لا يصون برصون، وكانك من حياته حجلة قالوا لا يستني نهارين مش نهارين جمعتين، وكانك من هنا متيكدة خلاص في الحاصل، وكانك من هنا قاعد في مسكب كلمة هلول. اودي استنى من هنا وربنا يتمم بخير حبلة. ملحق خميسة زعمة. ليش كنت خلطبت من الحكاية؟ أنا ثبت أبدي خوه لرمضان بالرؤية مسيلة دير ولا زمت طبيب. لا لا بيبيش لا طبيب لحد شي. يما قلت ليك كذلك المرأة عندها وجعة في المخروقة تجيب عالتوقة معناتها الطفلة، وكذلك عندها وجعة في الراس تجيب الريس معناتها الطفل. فهمت؟ إيه خويتي وانتي الوجوعة اللي عندك وين؟ أنا عندي وجعة إيه؟ في السنين. سنين؟ كنت إيه؟ سنين ها؟ ايه؟ ذيك عرفت عرفت ايش بتجيب؟ الجيل يقول لي عندي وجع في السنين تجيب حليزين. كل نعرف في واحد ولا نعرف في اثنين. يبعدوا جيت بسم الله العظيم. هاي تفاضل عارفي هذايا مسوار اليوم. هذاك واش؟ هذايا هذايا سيدي لو مشتينا وهذي لومش سيكو سيكو. وش بيه في راس؟ ما هو خطر اليوم مسكين ما عنده شاهي مثل هاش، قلت خنخليها له الغدو. نعرم غال هذا بركة يخي سيكو سيكو مربوط بالسم تاع بنتية البترالة. والله ورا سيدي ربح اللي ذاك هو ما صورت ماني فتك بالحديث. عديت نص نهار كامل ونايل لوج على شارع حبيب برقيبة ما لقيتوش، وليت كل هذا خدمت في لافيلي. بركة قديش مخك مبوشي؟ مش ثم شارع الحبيب برقيبة؟ ها؟ وبعده هو ما يجيش 7 نوفمبر؟ ها؟ ما يجيش شارع 14 جون في شقة مزوز؟ است 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 عرفت سي ما سمي بحي مشو بحدا شارع العملة؟ يا الله يا عملة سي. اسمعني حسن الخط متاعك خير ليك، ما كانش نعطيك هبوتك وربي سمعنا على بعضنا علم الخير. اسال فيهم خويا جالا معاك سيدي رابح ما تحطم ليش مستقبل، استحفظ عليا ماني خويك. استغفر الله العظيم سمعتك يا سي. هاي اذهب سلم على امك. الله يبارك يا سيدي تصبح على خير. عارف باش نسلك بالله وين جا شارع العمله؟ هيا اعطي خير من عمل لك عمله. امشي. الله يبارك. يا الله يا حوال واحد كيف ينام مستثمر هكا في خير يتيح بصناع سباه لا لا سفهوت. أهيان خمس خدي ديما تفرج بطلعين وفرنسيس باك تجيبي الطفل تجيب الفقيرة متاعها والفاتشات متاعها سمحة مش كباية وخشمك البريد. وزيد ياسم تنسمينا جاك ونعلم البوكس. وليش أخي تعلم فيه في البوكس؟ بالي نديها جاك يقول جاك. لا لا خاي انا ما نحبش ولدي يطلع ذراب متاع بوني. اللي مالها على باي ذراب لغه ولا ذراب في الخفيف. هو دي يحشم طفل وش بك هبلت خلاص.
ما نحب ولدي يطلع، نحب ولدي يطلع يطلع فوق السطح. تيز يا الفاق، ما نحب ولدي يطلع رأفت الهجي. والله مبلعك فكرة بي، خليه تزسس ويتلسس على بيو تاتي الأخضر. اي والله الفاق فكرة ما جاتش في مخي تعلاها. لم كنت يا ظال اسم بتاع جاك ما عجبنيش خلاص راه. فين بدلوه؟ حطوه جاك الهجين. زعمة؟ تعمل فهم أخي؟ يمشيش ولدي يطلع فرحي؟ يا بنتي ما تخافيش، ولدك ما يطلع كان الخالو المعلم فاهم كبير الحتة. ادي لك أكبر عتبة، طلب الذي لا 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 كان يمشي البحر في عز الصيف، ألا من نوع تهبط عليه العشرة. شوف عاش كون يحكي على عتب، تكلم ولا نسكت سي فاهم؟ تكلم مش عندك ما تقول. تكلم تكلم اسحب على زوم براح بتبوك، كان عندك دوسيته. دوسي هو كتاب اسود كتاب المرزوقي. اسيدي تشوف فيه هذاك سي المنجي نهار اللي ولد، هو ولد بنا وعمه مات بنا، قلنا ما يسالش اسيدي هذاك عمر. نهار اللي ربعه خالته ماريا هزها الواد، قلنا ما يسالش اسيدي هذاك عمرها. نهار اللي حل عليه العام زوج هزيته يا باهل المستوصف، الطبيب ما جاش شاب عليه حلو في الكياس دنا فرنساك الكهرباء، قلت لك شقلبت جيت في الهفوف نزيدك خي. يزي براح بتبوك يزي اصحابي على زوم يا حبيني يا وانا نقول شبيه مش ماشي على خاطرك انت نص يا اسمعني المنش انا في بالي انه وياك زملاء يا عم الزملاء فيش زملاء يا زميل فيش ما عجبتك زملاء ما لشت عندك اول ايام انت مازالك درجين على الانترين لعملت لا دار لا عمار لا مراه لا صغار لا كرب لا بالارض وتقول في الفرتونه بالذي لا 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 هو كانوا مسمك عجروته وقلك حاجة الزن معبسة أنا هو اللي ما نشعوش اللي نحكي معاه على زونة آغا وانت ماشي التركي ما تنسيش باش تهز معك هذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة دستور جلالة سلطان الروبة فيك يا بابوش المعظم ربي كثر عليك إن شاء الله بارك الله فيك. اسمع خلينا ما نفدلك بابوش كي توصل ترك رد بالك راهي ما خطره تنسي حل بقساتك رد بالك على خميس اخت لا لا ما تخافي سي الفهم توك يلزم من على قلاه سلسله في رقبتها مكتوب عليها اسمها ونمر استشي باي 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 شكون قال بابوش وخميس يدور يسخلها في ترك بيته في الاوتيل حريم السلطان ذا اللي يخدموا فيها اسمع طفل ما زيدش نوصيك الخطر اللي فات على نهار في صفاقس جيت لقاك قلبت لي المكايزه وكاله خايف الخطر هذيا جي لقاك رديتها كوري خلاص تلقاها جبانه اش قلت؟ قلت تلقاها خير من الجنان اصلا وزيد النربه علي اي قشه تبيعها من السلعه نتاعي قيدها في وريقه باش كي نجي نتحاسبوا سيبك ربي قلت ربي يجيبكم في السواب وحكيت السلعه نتاعك تهنى ناهو نتاع الكوميرس يا الفين ايش شوفك ليونيتك عايش خويا بالله سمحني لحظة انا جايك حق نسيت ما وصيتكش بيبيشة كي توصل لتركيا سلم على عشيرك وصاحبك صاحبي؟ مين هو صاحبي؟ ما عرفتوش صنب الاخر بيك الحال الفور ما حصل لك الفور ما حصل لك خذ البرد كوش وما تولوش الكليل اللي عنده الكعب في الليل الشيح اللي يطلق الريحة والحلبة اللي عنده وجيها كلبة وليكس يا سيدي سلعة بريمة يا كريمة هز الليكس كريم دي كريم زلنا غادي في الكريم دي كريم سيدي زعتر زعتر بلوشي للي مخنبوشي لا أكاد أشك في نفسي تشنو هذا يا بابوشا تيون سيبك الأبلة صاحب الحمار معناها دورها الشعوذة وتب رعواني نقصي رعواني في البلاد يا ربي وش عندي دليل ليها سي حامد تخاف النار ولد عمي جيت قال شيحني نا ونصب بيكم البوية مرحبا بك الحاج تفضل خي تفضل عندك شحويجة لوجعي تركيب بب هذا كلام الحاج عليك على البرد كوش هذا ثلاث مرات بعد الفطور على الاخوه المظل فن فن هاكس فاكس في العدو الريف تبل تيو عندك ليونات هذا انا وعندك ليونة برك هودي هذاك صور خير من طبيب خير من طبيبة انا ما نستغربش يوم ما تلقاه مادد واحد على البرويته ويعمل له في زرع الكبد ها سيدي تفضل يا حمار ديك الحاج دنوس ايوه
بالله ان شاء الله ربي يجيب لك الشفاء. مرحبا بك سي. لا فطار. لا انه العيب بعينه. وش با عينيك سي عم؟ كان عينيك توجع فيك عليك على الخباسه وقول لي اسم من عندنا امسح بالحريه. تافه يا سيدي. مبروك عليكم الكلينيك المتجول. يبارك فيك. سي بابوش الجرجير ينبت الشعر حرير والفرطاس دوا عندي ولما بشوفك بابوشي نحس العجلة مفشوشي. حبيبي يا الفخامة ضخامة. صحيح صحيح. شد عندك سيد. اسمعنا الفطور ترد بالك عليه وتحط في عويناتك أكثر من باك يا أمك. تهنى عرفي هذا يراه ورأس المال بكله بالحرام كان لزم نهز حتى على ظهري. مالا ظهري مالا شبيه البارح جاني تعب شوي ما حبش ياك. يا والله عارفي هودي هذاك راهو تعشى معايا البر. وين البر؟ شريت لك عباد فريكاسي قلت علاش ياها. والله مالا صناع مصدقين. اسمعني نقول لك الفيتوري ترد بالك عليه ما توكلش الفريكاسي على الجل. الفريكاسي مش باين للسيكو سيكوات. قول لي علاش؟ علاش؟ على الجل الفريكاسي داني جاير واذا سيكو سيكو جاير جاير يولي معشي ناهق واذا معشي ناهق معادش ياكل واذا معادش ياكل نحن ما ناكلوش خبزة. سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هما راهو عارف يا سيكو سيكو هذا راهو يستاهل كل خير. الشهر هذا يا سيدي صور الخير والبركة. وصلت وصلتني ورجع. اسمعني الحكاية هذه نتاع السؤال ما نحكيهاش بعد على برنامج. فهمتني؟ فهمتك عندك ألف حق. تهز السيكو سيكو ترد بالك عليه ما تبداش في ثنية تنعد. باهي تهنى عارفي نمشي ديراكت لا نتلفت لا هك ولا هك ديراكت لشارع في برقيب. قدك سامع صوتك يا ولدي. قلت لك هز اللافيلي مش شارع في برقيب. باهي باهي ما تغشش روحك. مالك سيد ربي. هات نمشي ديراكت اللافيلي. مالك. تعرف سي فاهم حتى ما مريت بها منك كان الصنعة نتاعك. حتى المراكش الحلزون الصنعة نتاعي راهو قاري للسادسة. غير مسكين يسكن بعيد 12 كيلومتر على المدرسة والفرصة نتاعها مهزة الواد. ابكى على همك انت تسكن 3 كيلومتر بعيد على المدرسة والبغلة حفظت الثنية وانت ما حفظتش المحفوظات. وصلت للثالثة دل وتلبس 43 وعلى ما دبلت اني ساتين لورس تقول لك الا الصبور خالي جبالة. يا صاحبي المنش اي بسم الله على مخلط بلي بلا سيب فرقاك متاعك انت سي المحبس على الصباح. والله باهي ذي المحبس علاش ما تشلش من عندي ترفع رهار تزرعهم في محبس وكيف ينوروا غالي منهم كل صباح تشرب زوز كيسان ترابلسي تو كل نهار تزيد زوز سانتي. اسمع سي فاهم ننصحك انت تقدر خيرك انقل يا فاهم فاهم زوز سانتي بركه. تعرف ننصحك يا منجي في عوض تاخذ كاس خذ زوزي ترات على الخوا فماش ما دخلت عالشعباتة الخطيبة اللي عندك. تضحكوا انتوما يا عم ربي نايب من البكوش صدره والله اللي ما قللكم. المنجي علاش ما تخلص من عندي تل غدا وتغلاه تو كل نهار يقولك زوز شعرات. تكلم عن المنجي المعنى على جارو. نحن في الليل طحني هالليل. ايه تفضل حاج. سيدي المثنان الفجع ابو صفير والبكل عندش خير والحريقة الحنانة والحلبة اللي عنده سخانة. اهلا سيب الازرق. شبه كرش كدت زاك تقولش عليك في شارك الثيم نعطيك ترفع الشويش يا ربي. ايه مصفارة مخضار هذيك راهي من الهنا يا ابو هادي. دار متهني للعنكوش. اسمع اسمع انا راح نقول لك حاجه ما بيناتنا. واش؟ ودي اسمعني الكلام هذا يموت لنا رد بالك تفوح فهمت؟ نقول لك تو انت بنحسوب بين عمي ومن لحمي ودمي واللي يمسك يمسني. عندك في الوش دم؟ الله ما عافينا الله ما عافينا الكلام قاعد يتنطور. فهمتني؟ مش كلها قاعد تتكلم. تتكلم؟ مين الخير عبيت تتكلم؟ يا دي اسكت تو قلت لك ما بينات بديت تبرح تفوح فيها. والحكاية هذه عندي لها الحل. حل ويش تفولي حل راسك ان شاء الله؟ قرب قرب. المسائل هذه مخطرة. هذيك
سكاتيرة بيني نواك دردر وقول جاك وتفكرني فيش يا طفل لأني قلت لك مريض يودي سير 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 فاكبر العائلات ونعرفك أنت بخشمك ونعمل لك شغل الروح للروح خالت تباشي يا طفل ودي ما تحشمش ما تحشمش وبرا كان أنت تطلع ما نخليك نطلع باهي باهي بالذي لا يرب نحكي بكل من قد قصر يا ودي الأحياء في الدين أحسس جبل واللي يضع عندي ليه الحل إيش من هنا ها؟ ويش يسا طفل كلاب هما ولا تشيش احكم روحك شوف هالهجوم المعاكس اللي جايك تو 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 إيه جرب وتعلمتي على الجمعات في الكرة في الدربي على ويش ما هو باي هي طيبتي اسمعني في طول المرة الجاية كتغير يجيب سرتفيكة ولا شهادة طبية ما كاشينا نصحتك من الخدمة ها بجا ربي عارف يا خوي والله لا أتناوت سنتي هل غالب مشيت صارت برشا في الطهور نتاع ولد خالي المكي يا اخي كره واحد رقدت تعديت في الطويل المره الجايه كي ترقد تعدي في الطويل كمل في الطويل لوش على خدمه اخرى لا لا عاد جرب بس الفهم وخي بالله يقول لي اخي كي تصحتني انت امنينا كاس صغار من بهم ترى انت معرس عندك صغيرات لا لا مشني معرس اما لما كنت ناوي على ربي من هنا للصيف الجاي باش نلم سويقاتي وناخذ على الجيب بنت خالي المكي نهار مغلل يحبوا يرقدوا ما يجوش يخدموا وطالبين الزياده ويحبوا يعرسوا على حساب المستثمرين والثاني بالثاني انت سير فوتوري يا ذنوبك انت تجيب الذري لا لا فذي عندي الزهر الصغيرات حاضري نهار مغلل الراجل معرس وعنده صغار كيفاش هاودي اتفهمك ما هو الجي بنت خالي المكي عندها اربع صغار من راجلها الاولين عاد كان كتبتها ناخذها انا باش ناخذها شيلها بها لقات على هي وصغارها وما تعرف هكا مخذر صابه نتاع زيتون خش يا روحي على القايله ها ولدي هاتو فهم بالله يقول لي اما خير ناخذها بصغارها حاضرين ولا ترسي لي مباسي بالمصاريف في السبيطارات وكل كرش نصرف دم قلبي اما خير اما خير تهز السيكو سيكو وتطير اي جبد اللهم بارك يا سيدي اي ار والله ما فهمت انا مسكين ما عندهش حد اربع سواقر متاع دخان يحب ياخذ امراه باربع صغار مال الدنيا يا الدنيا يا بنت الكلب رصت لك يا العيد مطيش في الزقاق تاكل في الفيكه السيب الشوكولاته وجي مع الداخل تشبت فيه خميري توسع بالك ابي تو نهار نهارين يتعدل لها الدخان في مخها وترجع كي امس كل يوم لا نهار الاثنين لا جمعه لا يوماني كملت البطوله وتحط القسم الثاني فاش حشتك بيا يا سيد صار انت طلعت نغار تين فادلك معاك صباح خير مونجي صباح الخير اختي نايلة صباح خير أبي أبي هاي وقيل البطولة الجاية تولي يلزمها انتدابات كبيرة عجبك المشروع في خاله هير ومن وقتاش تشرب الحشيش انت ابدا انا تولدت في الحشيش والبلاك هذيك شكون عملها لك تبالي وين ما عرفتش انا مليت عليه ان شاء الله يا ربي كان تشارك ميرس الدنيا بلاك كبيره وفيها كل الحناش الاخضر يقول لك وكان ربي اتاخره نولي دانك البلاك الصغير هكا فيها الاندريسه نتاع سيرفام من النتصيره نتاع بوك باهي خلنا نمشي انا ما عادش علي الفكرة ما قلتليش وين ماشي عندي انتخوتيان فيه انا مغالي المختر هذا ليه مش مرض انتخوتيان معناتها مقابلة متاع خدمة في مجازان متاع لبسة متاع سبور في سنترالي والله العظيم رجعتيني عليه عيب سلام اسمي ولو كان ما كنتش لاهي توا راني وصلت ما يسالش ربي يعينك اتوكي نرجع ندخل نسال مع خاتي جمعة هاي باي باي ان شاء الله يا ربي في كل خطوة سلامة ربي يفتحها في وجهي أخي مش بحال درسوفة ذي درسوفة طول خلاص لا انت ويا خربقة ولا غميضة
وقيل باي لازم يروح للبلاد فورا. قلنا السلام عليكم. الله وسلم على النبي. هكا كي تحكم مع بعضكم وقيل لعنو قات الدب مسير رجعت لبعض. لما سير ترفيس برا التوجي بلا يقارو. اما كانش بالذي لا اله الذي لا اله الا هو يا يعني نعمر لكم شيشه ونفضحكم خلاص. باي حكي مع مرت انا ما عادش قددها. اصلح ايش يا عم تنهز فرضاه بين ما البير والماء السخون. النهار مغلب لا قداش من عام نعوم في القصر ونحن عندنا ما سكون. ايش حق اطفل وش بيك وش وشت وش وش لك وجهك. جيبك كرسي وراه عندي ما نحكي لي. اتفضل. شوف يا سيدي انما هو بحيث هنا باش نبين يا ولدي ما كانش يراني باش ننزح وجهتي ونروح. ويا ما تخليها لنا. انا وش ندني بيه انا هوني عندك نفخه واشرب ماء. ابوي خير عم ولديك هز معاك لا تشغشبني. الخدمه مش ماشيه وزد ببيش وخميسه مش لنا. ايوا انا وش ندني ليه هسي هاي ملفت علي وجه غادي تقول قتل الله ابوي. ايوا دي ما ثم سيره ني واقف وليد عمي كيف الطريق وست مرايه سبتني وقفت بحذايا لحسني. صار هذه هي الحكاية. أنت تغرم في زمانك وتخون فيها. وين خون فيها؟ والله تو نحرك عليك ما خليك طول عمرك وانت ترعش. افهم افهم راس الحمل. ماني قلت أنا واقف ومرايا جات سمتني وقفت. عاد أنت ديما واقف وتحرك في الجبة متاعك. منين واقف؟ هاني بلا مرة قاعد هاي. هاي باهي برا كمل كمل. أنت واقف والمرأة وقفت بحذاك. أنا واقف يا سيدي نستنى في النقل الريف. والمرأة دي جت على حس اني سمتني ووقفت. قعدناش واقفين. سهلتني قالت لي يا حاج جيتك بجيه تربي بقديش قلبت القمح والشعي. جاوبت نحنا كاكا واقفين والنقل الريفي طلت من غادي طلعت معبية ما وقفتش. عوقفتنا ذيك جت يماك وسمتني ووقفت. علفت نشوف في شكتها موقفتها هك. تريلي الزرقاء. أبي اش بيك وقفت كامل الحكاية؟ عييت من الوقفة عييت من الوقفة حتى هو شي ينشف الدم في العروق. وكيلة يما عندها الحق. السيد هذاك مش يوقف لهنا مش يوقف يقعد لهنا في تونس تو يبحرنا الناس الكل. ايوا واش قلت عاد؟ انما هو بحيث تو باش توقف معايا ولا ماكش باش توقف؟ باب هذا كلام من تو نوقف معاك. لا ما عادش نفهم وقيت مرواح ما حتى من ماكينه بارده وخي ملال منجي يتساعدوا صاحبته في السوق بريس تسرب الناس بوجوها. يا خويا هذاك المنجي خو المعلم يحبش يبات فيها القهوه ما يهمنيش فيه انا ما نجمش نخرجوا. معقول لبس المنجي فهمت المحبس حاجتك بحاجه. سمعينا مادموزيل نحن راه في السبلة نحكم مع الرجال. وقتاش تو العرس؟ علاش علاش انت شنو مدخلك انت؟ يا اخي جاي باش ترشق. والله عندي مشروع في خير حبيت نودك به في عرسك. علاش جاي باش تسلمي مني في عرسي؟ اسمع اسمع نقول لك حاجة لا تودني انا نودك برا ود صاحبك حلزون نصبح بيه ملا. قوم قوم يا نونو قوم مصوتة القعدة فيها القهوة. نود بيه صاحبي حلزون. ها معرس واخد خميس كنت شيش يقول لك كان يعاود. وانت سي ماكش مش تعرس عليها سي الفهم. لقيت لي زيد انا مشروع في خار بربي واش تذكر فيا بحكاية العرس هذي ماني قصيتي انا وقطوستي هذيك هاني لتو نلوج على قطوسة جديدة. ليش نلوج على قطوس؟ امشي راس الناس وين الزبلة والبوبالة تطيق هكك تطيس انا من تضحك. عندي مشروع جديد وفي خير غير بالك ان شاء الله يا ربي يعطينا الرزاق. الله يعطيها لك هاي الفهم ها ولد بطني. غير مغلب ايش تدي عليا يا اما؟ لا لا وليدي على الرزاق
هيا نفهموا خايبة قلت لين وش المشروع الجديد اللي تحب تعمله؟ حتأجر عقل ولا حتبيع حشيش ولا حتبيع بوتاجيز ولا تعرفش كيفاش؟ حل ذاك مكواقي كما شعبولة. والله إيش مش نقول لكم، المشروع الجديد متاعه هو في خار والمسرة متاعه في الصيف. ما لحتبيع ليمون؟ ليمون شني يا بنتي؟ من ليمون غالي. اسمعيني نقول ليك ناش تيداني تبيع ليمون ناظر. لا سترع. اسمع نقول ليك الفهم ولدي، رد بالك تكثر ليه من كربوناتو، راهو السكر واعر ياسر خلاص مش واك العيال. يا مخات يا ما سترنا ويا ما لما نذا نعم تعلم نذا نعم عندي مشروع في خارج جديد وفي المسوار نقولكم عليهم بعد. هاي اسمع الاخير. صباح الاخير. الاخير تعود تنفعك يا ماك. اسر فيه يا اخوي سكر عليه شكفه طفي ذوخ نرقد. تمرقد الروح انا ما غير صوت التلفزه وزيدنا عندي ما نعمل. جا ربي واش عندك تعمل اخوي؟ تقيم الليل ودي سكر لي الشكفه انا حتى ذوخ يقلقني. وصل على زون تاجرني في مشروع الفارماسي والسيكوسيكوات وتو تكبرنا عليه وبتش نرقد وبتش نفيق. يرقد الروح يا سيدي انا عندي ترين ما مش نترينا. تترينا فاش تترينا اخوي؟ مصح في الكليب ولا في الترجي انت؟ لا أخي في مستقبل الكسري ما رقد على روحك لك على التلفزة. ها الفيه الفيه موشي دي ماشي زكرة. هل أنا أعرفها زكرة؟ زكرة خلنا قلت لك كمانجة. كمانجة مش تو كيمشي المشروع متاعي يعمل ترانسمنت وندبر تاع الفلوس ونخدم لها كمانجة. كل نخدم بحنكات ونولي نخدم هكا بالعنكوش وندني كمانجة بالعود. لما كانت تو اسمها هذيا عدو ما تقدرش. الفهم خاي سيدتك ما صيت في التمارين؟ تمارين؟ اي لا لو دلنا 10 درات بالملعب وتو مركز على الكرات الثابته. اسمع يا ما هذي عملتها عدو. اللهم صل على النبي. الله اكبر تبارك الله. تعرف الفهم خي بالذي لا اله الا هو تقولش عليك عبد الله المناعي لمشى لجا. اه هالفهم وليد ترى نلقاش عندك هالصالحة الصليحة قمح البلوني ترى خنطر يحضي ماتي تلقي هاي شدي عندك. نهار مغلل مسمت هذا هو صالح هذا هو قيل العبيدي والتشيبة. يا مخاتي العبيدي والتشيبة ما قداش لا شوية وقتك نعمل تلانسمان متاعي في الذكرى بالذي لا 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 ألما نجيب لكم كالثوم. هاي عندك الحق ما هو الفهم خي تبدأ بشوي بشوي حتى لين ربي يعطي خيره تبدأ لنا بمتركي حتى لين تخلط لهم كلثوم وخلاص. يا بابيش ايش رايك تخدم معايا طبابلي نعطيك في الليل 10,000 ونعشيك على حساب مالي العرس. شو ربي انتو شنو رايك الفهم خي كنت تسمع اختك خميسة تخدمها رقاصة مش خير؟ ليعتنا اكبر لياتي خميس العربية ودينا انا مصدد على راس الفرطاس بدون ذكر اسامي والفهم يفهم. ايش رايك يا ما فنق؟ تيزي برك الفهم وخي كسرت لينا روسنا وحتى ما بيبيش اصبح متنوك يخلي النوي خلي طلع النهار وعندك الليل بطوله تمرن براحتك. بيبيش وكان ما عجبتكش خدمة طبالة معايا ايش رايك كان تخدم تشارلك وانين وتولعش بالبخور وتبدا تشوش. ابي بيش اول ماشي اول ديش اكمل فطورك الساعة اول ماشي ماشي نترين على تشغيل الكوانين يا خميسة. اسمعني نقول لك اقعد هنا نضرب ليك نقى هذايا جلد ماس جلد درشني اصل بالذي لا اله الا هو فيه نقى تعش درشني تسمي على الباب شوفي في البرش اللي صاير فيه. واش بيه يا سيدي حارق دمه على البرشني
اخي خوهم الرضاعة. اما خايت اشوفين سلهوب حسيت فيها كقالك فيد متكوسد ما يقدرش. اي تلقاه مش شخص بيخمم. والله اش متشخص بيخمم يا اخي، واحد في مراه ولا في كراه؟ انا الكل راقد كالسلطان. صحيت سيكو سيكو، اقعد ريح روحك هنا حتى لين يجي السنة يهزك تنط المصروف. قول بيه. يا سلعة ليك سليكس مش ليك برشا. سلوة سلعة مضروبة، سلعة فشوش، سلعة مغشوشة، سلعة بودورو، ايه نسمع فيك راهو كيفاش قعدت برا على سلعة الراجل. يا دي حرام عليك راهو. وليش حرام عليك؟ والله دوب ما يجينا ما نقول له اياه. مالا سيدي سلعة ليك، سلعة ليك والصباب لا تبارك له. يغشوا في البن، يغشوا في القهوة بالحمص. شفت السيكو سيكو؟ البلاد هذه كثر فيها كان الصبابة واللي عندهم الهوى. تلقاه من برا هكا نعجة ومن الداخل ذيب غدار. ولا تلقاه دجاج ومن داخل يثعل. ولا تلقاه فم كبير كالتمساح ديما ياكل، ديما ياكل بمعاطة، ياكل ويبكي، ياكل ويبكي. يضحكهم عليك ان شاء الله. وكنا نحن سكنت نحكي لك. وثم سيدي التقيه كالعقرب من قدامك يقرص وانت اللي حتيرك بالسم. ولا تقيه كالحنش لا تذي لا يذي، كما قال العبيد والشيبه نحن عايشين بالفيدار كبير والكفصات محلوله. ناركزين يا سلفي. ناركزين جاي تو مش فاهمنا تجي بكري. سامحني يا خويا راني ما كذبش عليك، شدتني السيركيباسيون المره هذه عديتها لك. مرة جيت عن مسؤوليتي. اسمعني مليح تو، تهز معاك السيكو سيكو وترد بالك عليه هذاك زي لبك من خلقه ربعي برخوه. والثاني بالثاني متركب كان التوريكس الجيل هم خفاف وعنده برشا سوارد. فهمت؟ فهمتك سيلفي الله يبارك. سيلفي سيكو سيكو ذايا حسيته شخصيته قوية وعنده خشم وفاهم الدنيا كفينا. صحيح. هاي تفضل برخت مع روحك. الله يبارك. اسمع نقول لك زاد، التأخير متاعك هذا اليوم راه محسوب. انا كنت مش نعطيك الرباطه ومش نعطيك الخمس. لا يا سيل فهم خويا، راك كنت بعقلك راك هذاك هو باش تولي تجيبك برم شيخده مع روحك. الله يبارك يا سيدي. هاي امشي على روحك سيكو سيكو برا معاه برا. مالي خدامه سي يصبح يكخوا في النوم طلبين الزيادات ويحبوا الكرافات وكالزم في النهار تاخذ الرتري. بالذي لا كان جيت نال وزير متاع الخدم الخدام الكل نوكلهم الهريسه ونعطيهم الصرف. الله 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 سي الفاهم، اللهم صلي على النبي على البي. خلي السلعه برا ما تقنقش هنا. ما يفيقك من النوم كان يود البوم. الفاهم ماني نعرف وجهك جايب بيت شي حويجه من قشب ببيش. اجي خاتي سلعه في شنك مضروبه شلوه الكليونات كي شوفها يجف. لا ببيش حد شي لقسم بيضرب. الفاهم ماني لقيتها. مش لقيت الخدمه المشروع باش تبدا الفلوس تصب علينا زي الرز ونحنا نلم ونحطه في البلديه، نلم ونحطه مش في البلديه في البوسطه. هاتو تشوف. اي لا قد تحطي في البوسطه عبد اللي من دوخ ميسا هذيك البلديه مش طالع نظامين خيرنا برا. لا اسمع ببيش بجاه ربي طلع وحيد للفهم قعد كان هو مسكين يسخف من غير الدادو ما عندوش نظيمي. الفهم ناجينا وببيش وعقبنا على السوق. اسيدي واش باش نقول لك، وين تتلفت لعبيد الكل تاكل وتلهمك كاسكروتات كفتاجي ملاوي. وش باش نقول لك الفهم خاي بالصف تقول كوش حل رمضان والعباد على بي. وش تبين ندان معاهم اللهم قمام ولا نشد الصف؟ تي لا الفهم خاي، وقيل بعد الثورة ما ماشي كان الرقيد والماكلة. الرقيد وش علينا فيه انا راقدين بطبيعت لم كنتي تو الركزوا على الماكلة. اسمي خميس الخاتي ناني مجرب بل كان عندي الاسترون الشعب في خير حتى مزيد زيت زيتونة وما مشيش خلاص.
هذاك من زهرك لحرف الفهم خاي المتعوس متعوس حتى لو حطوا على بابه فانوس لم كنتي تو ما دمنا معاك باش تنزل البرك تعرف كيفاش الفاهم نحنا نبدو بالمقرونه بالفقيع والكروفيت واش رايك انت خيتي الكمونيه ما نجمتهاش خلي المكرونه بالفقيع والكريفيت انت ماهوش موسم تاع الكريفيت نمرينا نبدا على قد جاتنا نبدو بالملاوي وبالك تبدا الكريفيت تدز سيرفينا وخيتي وشاي وشاي اولدي قول راي الفلوس كاينه ناشي نمشي لجزيره الاحلام جربه ويبدا الواحد يتمرغ غادي في الرمله ايشي بانان ايشي دلاخ ايشي قزوز قب 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 فن 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 وتبدا بحذايا نشوفها هي عاد الفهم عاد هذي سهله خلاص كيفاه؟ هاي تحبش حتى الوتيل هذا بدو نشروه نشروه زعمة واشي زعمة ما دمنا نتكلمو نشروه للصباح هاي اطفال ماش عاد سكبريس الله يبارك آه يعرفي عرفي عود جيبه ذايا بيه يزم يركم الخوف تو هكسي فاهم اسمعني الفاهم اليوم الخلاص بالمسبق بالمسابق واش قلت لك في الكار بعد الباب ولا متعود نقلب فيكم انا هذيك اخويا هي قوانين جديد عجبك هكا عجبك ما عجبكش برم تشوف قهوه اخرى عايشه وليش يا سيدي هالقوانين والقرارات الجديده بدلوا الوزير نتاع البن يا اخويا بدلوا وزير بدلوا مدرب هذا شيء ما يخصكش انت من هدر الراجل كل مره جينا بمصيبه جديده ولا احترم راكش المنظر هذا مش مصيبة هذا المعلم سالهوب كلاك الكليانات الكل غير بركة يشرب فيه بشان وفلوسك على الطاس بالله تحبش ما بنزيد نعمر له شيشة خير لا الشيشة مش باهي للوريه ما يتكيفش اي يا اخويا ارحم والدي خز علي سالهوبك وسامحني عايش اسمح في بحيرة حمزة السلام عليكم وعليكم السلام ايش بيكم الفهم بي ياك تشوف خويا الهذيل بالله كل مرة دخلنا هيش جديدة للقهوة يا جبيه تخلى عليك بكلاش هو اسمعني يا المنظر توني معاش نجيب سلوب اكتب على القهوة ممنوع دخول الفيران يسكت يسكت الناس تسمع شبيك سايبه يا بي خليه يغرب من زمانه جات على فارة ولا على خاطرك خويا الهذيلي يا اخو خاطرك يا فهد امشي يعمل تنقيز عيط لي بابوشة خير بابوشة مش لهنا مشى في قضية وانت شحشتك بيه حاجة بيني وبينه قول له قالك الهذيلي حاجتي بيك في قضية سي مفتاح المصراتي هو تو يفهم. خاي مخ بابوشي ما يفهمش، لابد مفتاح هذا تحل مخ. تهز يا عاد يا بي ارخي، بابوش عشيري راني ما نحملش فيه. البي الكبير. اخوي. جيب لنا شيشة مجوركة وجيب لنا أختنا الحلوة للمقر الرسمي. الله يبارك حاج. ألو، مين أنت؟ خميسة؟ ما تقوليش التصاور تحركوا هذا. ما بيني جاه أنا نغلط وكلمك صباح الخير فيهم لا لك دقلة وحليب سكر وزبيب يا عسولة أنت يا نحلة شنو هذا؟ هذا أكبر صديق عندي شوفي شوفي وحليب فار بنتي ما تخافيش هذا مش فار هذا المعلم سلهوب معلم؟ معلم في شنو؟ معلم في الدقاقين انتي مرحبا بي زوزي زوزي شربك قهوة وحدك ينزل وحدك احلى شيشة الاحلى لها عايش والبي الصغير ماصر ماصر عسلامة سي بابوشة اهلا 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 بدر صاحبك شحال حوالك اخويا الحمد لله لاباس عليك لاباس يا بنتي بالله لا لا المضروب فيها بوسة اخ ميسر اش بيك الفيه؟ اش زبيه نكره البوس المشلغمنا تنسيسل على زول من جات خميس اختي لهنا البوس بنوع وانساه تحب تبوس استنى عيد الفطر بلا روح الولاد سيدي تليه البوس قد ما تحب هتفضل تلصوفة اخميسون ميش هاني نسمع في واحد ينادي لي وقيل لا ذاك انا نادي فيه يعطيك بخذة ان شاء الله الفهم وش تحب عندي رمغال ما شفتي ايش تلصوفة هاني شفتها سحتوا له دبشاته خلوه عليان قريان ونطلوه في السميتري البر يبدا يقولك يقولك لا 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 الفهم خيذي ما تجيش خلاص
مالا اش رايك كان هو راكدك هكا ونحطو له وساد على فمك الغلاق نتاع الدبوسه نتاع السمار؟ لا الفهم اخويا اخي بشنو ولا راهي مسكينه هو انت واش بيك ترست لنا في الحبس ما نخرجوا كان في العفن التشريعي الجاي مالا نحطو له حاجه في الماكله ياكلها يبدك شكيشه خالك مش بك الفهم اخي وليت شرير تقولش عليك شر شبيل هو ودي ذيت السمك تلناه مع سلق الاسراف والترسب فهمتها ولا لا ونعدو حياتنا الكل في استقناب وزعبل راه ما هو علاش يتزعبل علينا حتى في تركينا هين فينا ذلفين قلت ما نتوب هو ولدي يصقرني جاي راه كل شي يجي بالترباس معناتها نربص رواحنا ونتحونشو عليه قولي انت نحط احنا شب فطيره في السروال وش بيك الفهم اخي وقيل البلاصه نتاع الذكاء في مخك قاعده فارغه هو انت مش شكاكه ندنولو تكمبيسه ما تخرش الماي كيفاش هسه قرني جاي ما هو عامل روحه كاي الشبر الشحلينه سيد بوغلاد والعصمه في ايده قولي ينعم عليك ويرحم والديك نحن الثانة كاكا ندنو قدامه نبدو كا نرعش ونرعش ونرعش وخايفين منه وبينات بعضنا أمور أخرى كما تقول انت جماعة العذاب يبنى بين بعضهم حاجة وقدام الشعب حاجة أخرى صحي طلانقر هاك وقيل بديت تفهم كما يقولوا فيها في التلفز حكومة الذل هذيك هنا وياك والله كيفاش مشيت في مخ الفكره هذه هاي هالرحته ومعاي نشوف الفيلم ومن يمثل فيه الفيلم هذا هل اعتنا الفهم اخي والمرسي ابو العباس ساعات نقول كيفاش ناويك خيوه هتقعد هتقعد الرحم هلا بحيون وحيون واش كنتو تخمبروا لداخل زوز نحمين في فار ايه ولا ملقم على دب بعد ذا لا لا والله يا بيبيش اخوي الا غلب عليا مش الفار راك الفهم خوي جيت نحكي معاه على المستقبل يا اخي تكبشنا مستقبل مستقبل واش مستقبل كسري لي وزيد اللي راك انت تستعمر تصير على الزونه ذا وجيب لك الماء وانت واش يهمك فيه يستعمرني ولا قلفعني ولا اللي هو اطلها في روحك هذاك راهو بيبيشه نن عيني رويج لي تقراسي ان ما شلتوش الارض تشيلو السماء مش هكاك تو نقول لك عليه لم كنتي انت الفهمك طلع طرشي مش طرشي خرشي خلاص ما تخمم كان في راحك لا 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 محمد رسول الله والله يا بيبيشه اللي عندك الحق الفهم خويا ذا اطر عصفور متاع مخو محروق خلاص انت التنسفير متاعك انت نقص بلانات باي باي اسكت 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 هنتفرجوا على الفيلم تركي مالك خميس واش اختي توحمي توحمي ردي بالك خميس وخيتي الله لا يقدر كان نهار تتوحمي وش يا ربي ولا يا خي لا يقدر اختي برضاعة وانت واش مدخلك الفهم اخي نتوحم ولا نطيب حتى اللوبيا هذه امور شخصيه دخلانيه بيننا وبين جوزي يا عجبك شي ثان واش خاص عندنا كنتوحم علاش لاقيمي ببيشة يجيني طفل اللهم صلي على النبي الله اكبر عبروز زي بايو عبروز اجي عتروز ولا ازيك الحالة الزون اني تبرك اللوس لاقيمك يسألهوب مليابت يقول ليكس 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 يزي يزي برك الفهم اخاي محسوب وش يفوت وعزة علالي غير هو واش لاقيمه ماشين بالطول وببيشة ماشين بالعرض لكهو وانا ماشين نرقد اه عقد غادي ودي من ماشي من خاص دربي ماشي للبيت نرقد جاه ربي وانا نرقد هناك العادة بتفسد سباطي هادو خير ذي مسألة شخصية تحب تتوسد دبوسة غاز ولا مطرقة ولا حتى مسمار تسمع في خوك وش يقول لا 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 خويا انا ما سمعتش كنت سرحة بالمعزيت مشو بالمعزيت كنت سرحة كيكة في مخي سرحة في مخك اما انا تعرف كيفاش بس فاهم من ليلة لا لا مشو من ليلة من تو بيت النوم هذيك ما تريد تدخلها كامل فيزا ليش باه ايطاليا هي لما لواش يا خويا زاد ما كيكة على الراجل هي السايبة ولا سايبة لاي حملة دستور أخمس وخيتش بك تبدلتي من هنا فصلي عم تبت وحدك لهنا زي البرس وناو بيبي شرويجلي نباتوا في بيت النوم البلانز متاعنا وإن شاء الله فرحة عازم هاي يا بيبي شنرقدو مام مام أيوة إيه
حاجه خنيسه ما قلتيش ليا. توا مني فيك مرايا ومني فيك مسكينه. ابي بيش ابي بيش الرح ابي بيش الفاهم كل شيء انقشف انباع زقط علينا القط. أنا المغل ولا حاب يحصل الفرد قلت عليه هرب في الشعامبي. لا تنا يخيبك يا واد خضتني أودي وش تعمل تحت السرير بار يا أختينا يا خميسة تبالي في المسلسلات متاعك تيم بلحق نحكي معاك وش دني تحت السرير نجيب ليك مفتاح عشرة. أنا مفتاح عشرة خدي طلتني تفقدك الفرد شدش نلقى جبن هو اللي حاب يحصل. أقول لك حاجة في مقيمة غير ما تغشش علي ظهر فيها الفرد ماخذ السيزيوم وأزور منك. أزور مني؟ تسمع حد أنت وتتشمت بالذي لا 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 هو كان نشدك نطول لك وذنيك كلالنا ننتف لك شلغيمة وندور عليك ذيلك ونبعثك الزربوط ونسميك سلهوب. يقعدوا يقعدوا ويتلوح ما حدش يشريه يبلوح 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 بري راك ملوح في واد حامل. تعرف يا سي فاهم توا وش هي امنية حياتي؟ واش؟ امنية حياتي يا سيدي يا ابن سيدي يا مرحوم السلامة ومنى عيني. عندي واحد نعرفه معرفة كيكة سطحية من تال المدام ماذا بيا يضرب ثلاثة أربع سنين ربطية. برا يا راك في قلبه إن شاء الله. أي لا عاد المجراب تومز ومرافقه. حاجة حاجة سي فاهم ما قلتش لي توا أكل فاير مازال مدور لك خواطرك؟ لا سيدي عندي فاير آخر عندي لي حساب عقاب. داركم مبروك دارك زين سي عزوز. قل لي يا ولد انت اش عملت فيش شو فيش ديتش تحضر في الاوراق حضرتش الاخرى تصاور تصاور الباسبور اي الباسبور مالا تصاورك انت ومرتك براتسو براتسو في جنيد القرجاني. والله ايش باش نقول لك يا سي عزوز انا حسابك تبصر الحق الحق الميضوع ما عطيتوش كهنه ما عطيه كهنه اي ولف لف في عيشك بليز ما عادش عندنا وقت عندي برشا ترتيبات راه باهي سيدي باهي اللهم بارك ان كنت عاد ولد عمي باش تعاوني انت في امور الوزاره انما تعرف عقوبه ربي وما عنديش عاصتا. اي ظهر ظهر. قل لي انت يا ولد اجي معايا البيرو اجي باش تهز لي كريدو الحديد. زعما شو زعما تحب لحلح بيك؟ والله ايش باش نقول لك انا مراي نجي معاك رغم اللي انا نستنى في مكالمه هامه من عند واحد نعرفه باش نركب النقرص والغزول واحد نعرفه من جهه خميسه اختي. انت وشكتي فضحتيني يا فضيح يا الفيه وش داني يا ثاني الفيه واش يطلع في مضمون اسمع سلحة لازلنا نذكر المرة الأخرى في الاتفاقية متاع المفاوضات فهمنا باش سيكو سيكو يرجع ونزيد نذكرك انت هو اللي عطيتني نمر الراجل اللي شراه. تعرف خايتي ما دخلت عليه نقا يبكي يزك بالبكاء. اسكت برك الفهم اخي اسكت ان شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله يا ربي حان يكون مبروك عليك. اسمع الفهم من هو اللي يزك بالبكاء الراجل ولا السيكو سيكو؟ الراجل بقلا ليه نحكي على السيكو سيكو ترى نشوف هي والله مبلحك ظاهر من عينيك انه سخوفي. اسمع الفهم ان شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله. بارك الله فيك ورحم والديك وان شاء الله العقبة ليك. عايشك اخي. اسمع الحلزون الرجل اللي بعت ليه السيكو سيكو قال راه مش يكلمك ترجع ليه فلوسه. هاي يا سي اضرب السنارية من عند بيبيشة وقول راه خايب هاي كول عاد كول عاد. اسمع الفم لا يا خميسة اخيتي موالف راه لكي رجعت لهنا يجي يمشي في الناس وتكسر ويعملك يعملك وتعرفي على من سألني على شكون؟ على بيبيشة. والله قال لي بلغة السيكو سيكو ها 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 ها. وش معناتها ذي؟ معناها ما مشيت من بعضاكم وانا قعدت وحيد ما غير خو. بابوش اجي وكي لك خميس اختي دك على حرس خميس اختي تحبيش نمشي لسوق البلاط نجيب ليك تلف كراهة دجاجة وتلغودة تشربين انت وترتاحي.
جا ربي يسير فيهم. انت تو مش عرفتش بالحشاوش؟ لا 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 عرفهم ولدي، هذه خنفوس. لا لا مش خنفوس، منفوس. زعما يما نهز انا الطبيه بلا الكوش الملعب رادس حد ما يدخل، فهمتوا ولا لا؟ وتو سامحوني لبرا. سمحنا انت لبرا سي ناو يما، نكونوا الخميس اكثر منك وانت براني. جا ربي يسير فيهم، ناي براني. بارك الله فيك ولد عمي، نستاهل. برا برا الفهم خاي يخرج البر ببش اليوم اخلاقه مش سياحي. برا عايش خاي. هي هي برا الفهم ولدي برا. لا لا حتى دي ثانية مع اخي، سامحيني برا يرحم بيك، خلي الماء ترتاح. اللهم بارك، هاي نسامحو بهاي. اسمع في بحيرة حمزة اخيتي اخيتي، يزي ولدك وخرج يرحم بيك. هي هي يكون منك العقل حمزة ولدي. هي هي اخرج. هي انا اخي اخويتي يعني انا هو قريب نفد، ولكن فد نرجع لاصلي تمسح تمسح. ونقول الصخصه ذيل من يشبه. اه يا طفل الفهم، وراك تضحك على نسيبك وبرا تمسح ولا حتى جران. خلاص مش كان علي. لا لا كملتي انا بربي. هلا البيتزا هذه منو اللي بداها؟ اللي بداها طلاين، مش بداها العبيد والشيبه. هاي ما لا تلقاها راهي تشبه للسباقيطا. لا تشبه للرشطه. اما اجي شوف ايش. هاي واش فيك اطفال؟ اغبي لها زغروت. يمكن انت ناولاش كان زغرت. انت تعرفي ليش؟ هندخيس. يعطيني ياما كبر لي ياتي. ذكر ولد؟ لا ياما هذيك فاره قوريه. عرس. تو انك تقول الزاك والليله يعمل الدخله. كرنات حرمت من دار صوفة ومن حرمش من سلهوبة. امكنيتي الفهم وليدي، واش بيك خذيت ليه فارة بيضة؟ وبرة بيضة الفيران ما همش كي العباد، ما يمنوش بالمظاهر، ما يهمهمش اللون، ما يهمهمش فلوس، ما يهمهمش المستوى والقراية. عمرك شي هكا فارة نبزت فار على جيل هو مش في مستواه؟ ولا سمعت شي بفارة حقرت فار على جيل هو ما عندوش فلوس مش متعمم؟ الفيران حياتهم سهلة، عايشين في ديمقراطية طبيعية. صحيح عندك الحق، انا عمري ما سمعت فارة قالت الفار ماكش راجل. لا لا مش ماشك راجل، ماكش فار. هاي مالا الليلة ركبي لنا العشاء ونعملوا عرس السلهوب ولكم الافراح والمسرح ونعملوا لها كسكس بالفرماج. هاي نضرب لنا الذكرى عنده. ايه يا فهم وليدي، توكي عرس السلهوب ويسمع بيه سيكو سيكو ما يغيرش. لا لا سيكو سيكو ما يحبش يعرس، على جيل البلاد مش رايحة، خايف لا يعرس يجيب السيكو سيكويت يطلع جيل بطال وفاس. تذكر يا سلفان، تذكر تذكر. واش يا سيدي؟ ما ترانيش؟ عندك مشكلة مع الزكرة؟ أسيدي أنا بطلنا الخدمة ها؟ لا لا سي فهم، أنا ما عنديش مشكلة مع الزكرة، خطيئة مسكينة ما عندها مدنية، أنا عندي مشكلة مع الزكار. أه يا طفل لا شبال، هلا وش قال ليكم الطبيب؟ إيش بنتك أنا قدامك؟ يا خبيثة بنيتي، وش قال ليكم الطبيب؟ توش عنده باش يقول لنا بالله يا يم؟ لا حبلة لا أوسانك لا سيدي الزكري. واشي؟ نهار مغلل. الحكاية الكل طلعت في شنكي. ما بزاري ناكل كل شيء مطلع تطلع، حتى من الحبالة قال الطبيب طلعت منرفزة. ليعطينا مكبر ليعطي ومن هو اللي نرفزها؟ يا مخيتي وشي من هو اللي نرفزها؟ يا اخي يا عبد باش يتنرفز مش وكاك، معناتها المرأة كي ظلك ماشي في بالها اللي هي حبلة تطلع مش حبلة كي همينها. طيش باش تقولي لا يا خميسة واش هي ذي؟ وشني يعني ورق؟ لا 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 لا، هذي مش ورقة، هذي صداق. صداق من؟ صداق يما. هذا بنت الناس صداق قريته بالباو الكا، ثبت فيه ثبت ثبت، لقيت كان زوز اسامي، انا اللي هنا وانت اللي هي انت. اي وشكون تحب تزيد تلقى فيه سي عبد العزيز؟ معناها لا 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 ما ياخذك انت، وكاتب عليك انت صداق، واسامي اخرين مش مكتوبين عندي هنا. وكان انت خويتي تحبي تزيد اخوك وياماك قولي لي، على الاقل الواحد يعرف راسه من كرايه. مسختي كلمي راجلك احترم نفسه من مسش الجليه نتاعي، واش يكتب صداق عليا هنا وعلى ياما؟ يا طفل جبل واش بس لا في رجوليتي رجوليتك؟ باهر سقوني ما لجاي يا رجالة. ناي هاني نقول لكم ناراني عسل، ان كنت ساس ولا ترحسوني الكل نرجيك العسل سيفرززو.
ايه يا خميسة بنيتي برا ما حبلتيش، الصغار راهم في حكم ربي، كان حب يجو وكان ما حبش ما يجوش. هيا هيا فاهم ولدي اللي يسكر علينا السوق. هيا هيا اما وين ماشيين؟ يعني ماشيين نعملوا في دور عاكله في السوق. اي خل نجي ندوروا ناكل مع سي جيتو، مرحبا بكم. وش هذا صلح على الزول؟ هذا يصير فاهم دبشكم قشكم معناها بالسوري الباجاج. في بالي الباجاج مش المنقله نتاع لافيلي، نجم تفسر لي اش معناه قشنا وزوز مشاريع مطيشين في الشارع؟ صار انت تحب تفهم مش معناها. معناها سيدي يا بسيدي يا مرحوم السلامة، انا المجازة دي يصير فاهم سي باش نسكرها نبلجها واخر الشهر نمد الفتحات لمولاتها. يا طفلة جبل ويش معناته سفسري كل انقار؟ وهو كذلك اخيرتي. هي هون ما عندي سفسري وش تندن؟ لا حد شيء، هذه سفسري من عند بنتك. ويش تصحتنا عين عينك هيك تبعتنا اكسبيرسين؟ وهو كذلك سي الفاهم. ويش سي جبل الله يرحم والديك، رانا محسوب من عمك لحمك ودمك، يخيك طيشنا هكاكا في العواشير. وش ده؟ حوشي حوشي شش. هل فهم ولدي؟ هلا قريب شنو وصل المجازة تاع طفل جبل؟ أم خاطر الغالب اثنين طويلة والكلها كاسي، الحي يروح.